तो बैठ सकते हैं, बिल्कुल बैठ सकते हैं जी। दुआ करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम सैयदना व नबीना मुहम्मदिन आलिही व सहाबिह अजमईन। اللهم عيننا على صيام رمضان وقيامه وتلاوة القرآن فيه اللهم سلمه لنا وسلمنا فيه وتسلمه منا في يسر منك وافية اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ربنا فرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين يا ربنا.